الشاعرة الدكتورة ليلى نوار. الشاعرة الأستاذة نجاة عبد القادر. محدش يمشي يا جماعه عشان هناخد صوره جماعيه ان شاء الله مع بعض. الاستاذ عبد الرحمن بشير. انا مش شاعر، انا مفكر، انا مهموم، مهموم بوطني، مهموم بالشعراء نفسهم، مهموم بكل حاجه، لان الثقافه بتاعتنا بتنحدر للاسف، الثقافه بتاعتنا بتنحدر. فاتمنى ان ان شاء الله الشاعر يكون ليه دور نلحق ما اللي فاضل من الثقافه. شكرين جدا وشرفتونا ونورتونا. نستأذنكم بس ما حدش يمشي عشان هناخد صورة جماعية مع بعض بعد التكريم إن شاء الله. الشاعر أستاذ ممدوح عبد الهادي. أستاذ ممدوح أحسن واحد قال. الشاعرة الأستاذة كريمة محمد. الشاعر الأستاذ ماهر نسيم. أنا هقول بس حاجة بسيطة. شكر الإسماعيلية، شكر الإسماعيلية، شكر الإسماعيلية، شكرا على حسن الضيافة. والله أنا حبيتكم بجد، شكرا جزيلا، شكرا فندم، شكرا شكرا. الشاعر الدكتور حسن سلطان. رئيس الإنجاز الشاعر الأستاذ فهمي عبد الله. الشاعرة الأستاذة شيرين ضماطي. المنشد الفنان سيد رجب. الشاعر استاذ سيد عميش. Thank you.
الشاعر الأستاذ وليد المصري. الشاعر الأستاذ مدحت منير، الشاعرة الأستاذة شادية الملاح، شاعرة جميلة يا شادية.